صرح الرئيس الأمريكي أمس أن الهجوم الذي نفذته الفصائل في 7 أكتوبر على إسرائيل كان يهدف إلى عرقلة التطبيع المحتمل بين إسرائيل والسعودية. وأضاف بايدن خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية يوم الجمعة قائلاً: أحد أسباب تحرك حماس تجاه إسرائيل هو أنهم كانوا يعلمون أنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين، وفق ما ذكر في موقع آرتي العربية. وكان بايدن قد صرح سابقاً خلال مقابلة مع برنامج 60 مينتس على شبكة CBS أن احتمال التطبيع لا يزال قائماً وسيستغرق بعض الوقت. وشهدت منصة أكس ردود فعل سعودية على تصريحات الرئيس الأمريكي حول مسؤولية الفصائل بعرقلة هذا المسار، مشيرة إلى أن السعودية كان هدفها الأول من التطبيع هو ضمان الحقوق الفلسطينية بدولة مستقلة عاصمتها القدس. فكتب أحد المتابعين: كنا قاعدين نشتغل للوصول لهذا الهدف، لكن للأسف الفصائل خربت كل الخطط، والتطبيع كان بشأنه أن يضمن الفلسطينيين حقوقهم في استعادة أراضيهم وتطوير مدنهم، والتطبيع كان يضمن إنشاء دولة فلسطين مستقلة لها جيش معترف فيه وموجود على الخريطة. التطبيع المحتمل للعلاقات بين المملكة العربية السعودية مع إسرائيل كان أولوية قصوى لوزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال رحلته إلى الرياض. وصرح بلينكن لشبكة CNN في 8 أكتوبر قائلاً: ليس مفاجئاً أن يكون الدافع للهجوم هو تعطيل الجهود الرامية إلى الجمع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. وكانت السعودية قد أوقفت التطبيع بسبب شناعة الممارسات الإسرائيلية على سكان القطاع وتواصل اعتداءاتها على المدنيين واعتماد سياسات التجويع والتهجير واعتماد جميع أشكال العقاب الجماعي الأخرى. طالبت المملكة العربية السعودية منذ اليوم الأول بوقف التعديات الإسرائيلية الحاصلة على المدنيين، وتوالت تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرافضة والغاضبة، وأوقفت مسار التطبيع الذي كان قائماً، وعادت وشددت على مواقفها الداعمة لفلسطين. بين الأمل الأمريكي والغضب السعودي، لا زالت مسألة التطبيع تترنح، تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، مسارات التطبيع متجمدة، وحتى إشعار آخر.